صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغر، وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجرا، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر. فهل حاروا مع الأقدار أو هم حيروا القدر؟ شكاة ما لها حكم سوى الخصمين إن حضرا. من ديوان وحي الأربعين لعباس محمود العقاد، يصف فيه الحياة بأسلوب فلسفي يشف عما في النفس من شكوى وأحاسيس. فجميع الناس في صراع مع الحياة، الصغير والكبير والعامل والعاطل عن العمل والغني والفقير، كلهم يشتكون من ثقل الأقدار. ويتساءل العقاد في عجب، فهل حاروا مع الأقدار أو هم حيروا الأقدار؟ ثم يجيب بحنكة الأديب البليغ أن الشاكين الذين هم في خصام مستمر مع القدر ليس لهم حكم غير الرضا بما هو مقدر. والعقاد أديب مصري وشاعر ومفكر وصحفي عصامي التكوين، عد رائد الأدبين المصري والعربي إبان القرن العشرين. ولد في أسوان عام 1889، وترك مقاعد الدراسة في المرحلة الابتدائية بسبب وضع أسرته المادي، لكن ذلك لم يحل دون نهله العلم، وشق طريقه بإمكانياته الخاصة مستثمرا ذكاءه الحاد وصبره على التعلم. موسوعي المعرفة، يقرأ في الأدب والتاريخ الإنساني والفلسفة وعلم الاجتماع. له مساهماته الضخمة في الحياة الأدبية، وفي رصيده أكثر من 100 كتاب في شتى المجالات. اشتهر بمعاركه الأدبية مع الرافعي وطه حسين وأحمد شوقي. بالشراكة مع محمد فريد وجدي أصدر صحيفة الدستور، وكانت الحبل الذي ربطه بسعد زغلول. آمن بمبادئه الثورية وصار من كبار المدافعين عن الحرية والاستقلال، ودخل مجلس النواب المصري برئاسة سعد زغلول، وأصبح أحد رجال ثورة 1919 الشعبية ضد الاحتلال البريطاني في بلاده. بعد إلغاء الدستور وفرض الحماية، تعرض العقاد للسجن بسبب انتقاده الملك فاروق. وبعد الانقلاب اعتزل العقاد السياسة إلى أن وافته المنية في القاهرة عام 1964.